مين اللي هيجيب الجون النهارده؟ توقعات حضرتك ايه للماتش النهارده؟ ان شاء الله باذن الله منتخب مصر هيفوز باذن الله. شايف تنظيم البطوله ازاي؟ التنظيم على احدث ما يكون والدوله كلها متكتفه في الموضوع ده والناس اللي قايمين على التنظيم شغالين كويس وربنا يكرمهم ان شاء الله لان الضمير موجود وقويين ينجحوا البطوله ان شاء الله. توقعاتك ايه للماتش النهارده؟ ان شاء الله 3-0 المنتخب. مين اللي هيجيب الاجوان؟ صلاح وتريزيجيه. شايف تنظيم البطوله ازاي النهارده؟ هو تنظيم البطوله كان على اكمل وجه بصراحه، كان حلو يعني مع استعداد حلوه وحوار اللي هي التذاكر دي يعني حوار منظم او حاجه جديده على مصر يعني. الماتش النهارده ان شاء الله 2-1 لمصر. مين اللي هيجيب الاجوان؟ صلاح ومروان محسن. شايف البطوله تنظيمها ازاي المره دي بشكل مختلف؟ تنظيم جديد والله ورائع يعني اكتر من رائع وباذن الله مصر موفقه باذن الله في البطوله. بتقول ايه للجمهور اللي موجودين؟ يعني لازم نحافظ على النظام وعشان طبعا الدول اللي جايه لنا من بره تشوفنا بشكل كويس ونعرفهم ان مصر ام الدنيا. توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ والله العظيم ان شاء الله يبقى الماتش جميل باذن الله وممكن نكسب ان شاء الله 2-0 برده مروان محسن ومحمد صلاح. واحب اوجه رساله للجماهير اللي دي اهم حاجه اللي العالم كله يقتنع ان مصر بلد الامن والامان وان احنا مثلا الرساله دي هتتوضح للعالم ان احنا مفيش حاجه ما بنهمش من اي حاجه ما بنخافش من اي حاجه لا ارهاب ولا اي حاجه وان شاء الله الجماهير تبقى على اكمل وجه وان شاء الله الدنيا تبقى معانا تمام باذن الله وده تبقى اهم حاجه بالنسبه لنا الجمهور. مش مهم النتيجه مش مهم مكسب وخساره، اهم حاجه اللي احنا نثبت لهم ان احنا قد المسؤوليه في اي حاجه.